بخلاف الجزء العلاجي والمراحل والسؤال والترجمة ورايحين فين وجايين، يقول لك ابنك هرب من المستشفى. دي لوحدها جلطة. ده حقيقي. تعرف انه تاني يوم بقى كان عندي في المانيا. ما هو لازم يبقى عندك. انا في كده في الدنيا. انا ما شفتش في كده. كلموك قالوا لك ايه؟ قالوا مش لاقيينه. انا مقدر طبعا ان هو مش زهق يعني، اصل كمان كانوا 60 يعني يوم او حد اتاخد من منتهى الصخب لحاجه عزلة روتينيه معزوله، وانا ماشي فعلا يعني ما كنت اروح ازوره وانا قاعد في اوتيل وهو ما اقدرش اعمل غير كده يعني. يعني في المرحله الاولى احنا اتعمل لنا عزل لان كنا في اعقاب الكورونا. ده حقيقي. فكانوا مش مخليننا، احنا كنا لابسين لبس الفضائيين ده جوه الاوضه. محدش بيجي لنا ولا نطلع بره. هو قال لك زي حب في الزنزانه. والله. يعني حاجه كده يعني. اما لما راح المركز اللي هو كان فيه فكنت انا وانا مروح، عارفه قلبك لما يتخلع، طب يا ترى هو نايم ازاي ولا بيروح؟ وبعدين في ساعات الواحد بيستحي ان هو يساله يعني ازاي تغير هدومك ولا ازاي مش عارف ايه، وانا سايب له المساحه دي لان انا عارفه عندي ويعني عزيز عليه نفسه قوي، فانا مش عارف اقول ايه. هو قال لك كان رافض انه حتى الممرضات او الممرضين. حصل. من واحنا في العلاج في مصر، وانا سبت له المساحه دي الحقيقه وبحترمها، وفي تربيتي لاولادي بسيب المساحه دي، انا مش ديكتاتور. وحتى لما كان بيتعصب شويه كنت بتقبل ده، ما بزعلش. عشان انت صبور وهادئ الطبع. عشان جبل. صبور وهادئ الطبع وثقته كبيره، ثقته كبيره في ربنا وفي الدنيا وفي الناس. يعني عندك حاجات كتيره قوي حلوه زي صوتك واحلى. ربنا يكبر خاطرك. طيب قالوا لك ابنك مش لاقيين في المستشفى. انا كانوا سببين. اصل انا مش طايقه، انا اصلا يقول لي يعني انا كنت ماسكه نفسي بالعافيه، فجه الكبير بقى مش كده. عملت ايه بقى؟ رد فعلك دورت عليه؟ طبعا دورت عليه وجبته. سافرت له؟ طبعا. هعمل ايه؟ احنا كنا ورادي عليه، يعني انا ورديه، امه، اخته، وفريده حتى بنت اخته. ده حقيقي. من ضمن الناس اللي وده يعني ده اقل شيء. وقعدت تسيس وتقول له ارجع المستشفى طبعا. ما ينفعش. انا مقدره، انا مقدر غضبه اللي انت فيها. بس يعني مقدر غضبه، مقدر احساسه بالملل وبالضجر وانه هيقوم ولا ما يقومش. وبعدين اخبار الحاجات اللي كانت بتجيله هو الحقيقه برضو يعني مش عارف كانت بتوصل له ازاي. في ناس ما هو على رأي اللي بيقول له تسلمي يا شده بينت العدو من الحبيب. اولا عايز اقول لك حاجه اغرب من الخيال، اقسم بالله العلي العظيم، كنت وانا ماشي في الشارع ناس ما تعرفنيش غير انا، يعرفوا شكلي، اعرف محمد ثروت، يسلم عليا يقول لي احمد ازاي. والله العظيم ثلاثه. سيدة. طب انا هقول لحضرتك على حاجه انت ما تعرفهاش. موسم الحج اللي فات ده انا كل بني ادم عرفت انه بيحج يا اما قابلته يا اما كلمته في التليفون قلت له اقول له كده من فضلك وانت على جبل عرفات ادعي لحد اسمه احمد ثروت، ما بقولش حاجه غير كده. يعني ما كنتش بطلب انه يدعي لي انا، مش مهم ادعي لحد كذا يا فلانه انت طالعه الحج. ادعي لواحد ما في حد غير قال لي ايه احمد محمد ثروت. يعني تحس ان هو ايه وكانه يعني الباب على البال. ما في حد اعرف لا يعني انا حويطه، انا بقول الاسم وان شاء الله الدعوه توصل. احمد ثروت ما في مين يقول احمد ثروت؟ ما انا بقول احمد محمد ثروت. طب دي تمنها ايه؟ ان الناس كلها اهلك. ده حقيقي. والله الناس كلها مش مصر بس، مصر والعالم العربي كله واللي كل اللي يعرفونا واللي ما يعرفوناش. والله العظيم من كل الدنيا ومن كل العالم. ده رضا. ده القصه. بس احمد اخذ منك، صحيح ما اخذش منك هدوءك كده، انما اخذ منك قوتك.
وهو احمد قوي وعارف انه المرض ده يمكن يؤرقه فتره من الوقت، انما هو متاهل. لازم نعرف ان القوى الخارقه في حياتنا هي ربنا، هو اللي بيدينا كل حاجه، بس هو ربنا يغير ولا يتغير. نبقى اطفال وبعدين شباب وبعدين نكبر ونبقى عايزين اللي يساعدنا، وبالتالي المنهج الرباني هو اسلم واحسن شيء للبني ادمين بصرف النظر عن هوياتهم، عن اعراقهم، عن دياناتهم. وبيكلم البشر بالتاكيد وبيخاطب عباده. طيب هسال حضرتك سؤال. نعم. عشان احيانا احنا لما بتمر بينا الكروب يا اما كل واحد بقى له رد فعل مختلف يا اما بتمتد ردود فعل متناقضه، هل كان بيجي لك افكار سوداويه ولا لا ما كنتش سايب اي مجال غير للافكار الايجابيه، ولا الاثنين مع بعض؟ بأمانة الله انا ثقتي في ربنا فعلا لا نهايه له، لان انا مخلوق لا حول له ولا قوه الا بربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي اداني الولد وهو اللي ممكن يعمل اي حاجه، فهعمل ايه يعني؟ يعني طب لو اتضايقت هتعمل ايه يعني؟ ده ربنا، ودي حاجه طبيه ما يعني مش هنقول يعني حاجه بايد حد ولا بتاع، يبقى نصبر نصبر ونحتسب ونشكر الله سبحانه وتعالى ونطلب دعاء الناس الطيبه اللي ما نعرفهاش او نعرفها، ونبتهل الى الله وناخده يعني محطه في حياتنا، درس، عبره، عظه، اي حاجه. القعده دي برنامج ده بيوثق ما بين نجاح وقصه وستوري تيلينج، لو البرنامج ده مش موجود فيه قصص نجاح كتير ما كانتش هتطلع للنور. شأن ده حقيقي، شأن حاجات تانية كتير قوي عايز اوصلها لحضرتك. صح. الدوكيومنتري اللي هنزله ان شاء الله بعون الله قريبا عن كيفية التعامل مع مريض المناعة وهو يتعامل ازاي مع نفسه واهله يتعاملوا معاه ازاي، مش طبيا انا بتكلم انسانيا، وبتكلم انت ساعة الجراف البني ادم عبارة عن رسمة فوق وتحت وكده، ازاي تتعامل مع نفسك في لحظة الضعف، ازاي تستعين بحد يهون عليك مشوارك، ازاي ساعة الخيانة تاخدها بصدر رحب، ازاي ساعة ما الدنيا تفضى من حواليك تملاها باللي بيحبوك. الفلتر نفسه مقياسه بيتغير صدقيني. يعني انا موافقاك، وجع اللي انت كنت فيه ربنا يصيبك عنه يا رب ويخليه في ميزان حسناتك، بس انا حاطه نفسي مكان محمد ثروت. والله انا ما فكرتش في شيء غير ان يمكن بابا ولما كانوا هما الوحيدين اللي بيستجيبوا معايا في القصه دي، بس تحت ضغط طبعا شرس جدا. حضرتك عارفه اساليبي، بس هو مش طايق نفسه حد دلوقتي، ده هو لحد دلوقتي عايز يتخانق معاك. لا، واخته داليا كانت دايما تعمل له يعني زي عمليه ايه يعني لجنه دفاع عن وجهه نظره. لا يا بابا اصلا مش عارف ايه، طب عشان خطي كده يعني. داليا ربنا يخليها هي وفريده. فريده جات لي المستشفى وكتبت لي جواب. قالت لي هي عندها 8 سنين ما شاء الله عليها، دي بنتي يعني. وكل حاجه هم اتريقوا عليا فيها طلعت في فريده يعني عنيدة، وبص يعني نسخة مني. فمهم قالت لي انت عمرك ما كنت ضعيف وعمري ما شفتك ضعيف، مرة جاية لما اجي لك عايزك تفسحني، فهطلع فسحها قريب ان شاء الله. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.